في تطور جديد للأزمة بين فرنسا ومالي، باماكو بلهجة تحد توجه سلسلة من الاتهامات لفرنسا، آخرها كان من قبل المجلس العسكري الحاكم الذي أكد في بيان أن تدهور الوضع الأمني في مالي وفي منطقة الساحل هو نتيجة مباشرة لتدخل فرنسا وحلفائها في ليبيا. وكانت قبلها رسالة بعثتها مالي إلى الأمم المتحدة تؤكد فيها أن لديها أدلة موثقة تثبت دعم فرنسا للإرهاب في المنطقة، وهو الأمر الذي سيصعد التوتر بين الطرفين وقد يدفع فرنسا لاستخدام حق الفيتو حسب متتبعين. قد يحدث هناك يعني في حالة ما أن روسيا يعني حاول أن تضغط على الملف من أجل تدويله، في هذه الحالة ممكن فرنسا تستخدم حق الفيتو. مالي في النهاية سجلت يعني انتصارا على فرنسا من ناحية الإعلام على الأقل، ومن حيث يعني تشويه سمعة فرنسا وكذلك التأثير على سياساتها المستقبلية في منطقة الساحل. لم يهدأ بال فرنسا عقب الاتهامات الخطيرة المنسوبة إليها، وسارعت لنفي كل ما وجه إليها من تهم عبر تغريدات على تويتر، فيما توقع مراقبون أن باريس ستخمد الملف بطريقة أو بأخرى. صدق فرنسا بتقديم بعض المعلومات إن لم يتم تبحث الأمر في مجلس الأمن، يعني ما دام مجلس الأمن يلتزم الصمت فأعتقد أن فرنسا أيضا لن تقوم بأي جهد في هذا الجانب، ولأن في النهاية فرنسا تسعى إلى تجاوز الأمر بطريقة أو بأخرى. في خضم الصفعة السياسية الاستراتيجية التي تلقتها فرنسا من باماكو، أجمعت قراءات أن التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع المالي تؤكد وجود تقارب روسي مالي لملء فراغ انسحاب فرنسا من مالي.